لك يقطع عمرك ما اسألك، أنا كمان مشتاقة لك. هاي، كيفك باميلا؟ مدام روز يا ميت أهلا وسهلا. أهلا فيكي، بعد عندها حدا الدكتورة؟ دكتورة؟ مو لا تكون هون بالأول؟ إيه؟ ليه وينا؟ والله يا مدام روز ماني عرفانة شو بدي خبرك، بس الأخبار مانا منيحة بالمرة. بتعرفي خليني هيك ساوي لك فنجان قهوة تشربيه لأنه هلا رح ينسم بدنك. ما بدي قهوة ولا شي، خبريني خلصيني، شغلتي لي بالي. ليكي مدام روز، أنا عم بحكي هذا الحكي من باب الخوف عليكي وعلى مصلحتك وعلى العيادة. باميلا خلصيني احكي. بصراحة الدكتورة ما عم تجي على العيادة بالمرة. كيف يعني ما عم تجي على العيادة؟ قصدك عم تروح على المستشفى تعمل عمليات. لا عم تداوم هون ولا عم تداوم بالمشفى. شو يعني؟ وينها؟ ما بعرف، بس أنا هون كل الوقت قاعدة لحالي وعم رد الزباين. عم يجي كتير زبونات؟ إيه، شو بدي أقول لك؟ زبونة رايحة زبونة جاية وأنا كلهم عم ردهم عن الباب. لك شو هالحكي هيدا؟ والزبونة اللي عم تطلع ما عم ترجع. لك من أيمتى هالحكي؟ والله صار له زمان كتير، وأنا كل مرة أقعد مع الحكيم وأقول لها يا حكيم ما بيصير هيك، هي تقول لي ما دخلك، بالمصري ما خصكيش. طب خلص خلص مش مشكلة. يا مدام روز أنا خايفة عليك، بهي العيادة أنت وياها شركة، والخسارة ما بتتحملها لحالها، أنت وهي بتتحملوها سوا. قلت لك مش مشكلة باميلا. وبصراحة بصراحة العيادة ما عاد طلعت مصروفها. لك باميلا خلص، أنا رح لاقي حل. بس بدي أطلب منك هيك طلب صغير هالقد، معلش ما تقولي للحكيمة إنه أنا اللي خبرتك. ما تخافي، هي رح تعرف لوحدها. يا الله يلا بقى خلصيني. يا بنتي فهميني، بقولك خايفة حد يسرق العربية. يا حبيبتي من وين بدي يسرقوها؟ ما هني ما بيعرفوا انت وين قاعدة. مشي. طب بقولك ايه يا ياسمين، بصي كده في حاجة مش طبيعية، حد بيراقبنا. ليكي جمانة، ما حدا غيرك المش طبيعي. مشي بقى مشي. عسى ريحة البيت كله معبقة من ريحة الكيكة اللي عملت لي اياه. قولي يا عسكني ما خلصها هي ميمي. مبروك السكن الجديد. ميدا ميدا ميدا، لا في ايه؟ جمانة جمانة ميدا هاتي هاتي ميدا. لما بعمل هيك بحس بشعور غريب، بنبسط، بحس انه بصير محط اهتمام كل الناس، بصير الكل بيحكي فيني. هلا بتحس بالاهتمام لما بتلعبي بمشاعر الناس وبتأذيهم؟ شو عامل يعني؟ إذا أنا ما بثق بولا رجال وبرأيي إنه كل شيء عم بعمله فيهم بيستاهلوا. تفضلي، كيف بدك تتغيري وعم تلاقي لحالك مبررات؟ طيب كوفي يعني اعتذري. شو؟ والله العظيم إذا أنا بقرر إنه خلص ما عاد بدي أنصب، تجي النصبة هي لحالها على إيديها ورجليها لعندي. ليكي خلص، شو رأيك انتي تمنعيني تكوني الضمير الصاحي الطاهر المنظيف اللي جواتي وبيقلي لا يا جيجي ما تعملي هاي الحركات؟ عوصيني اذا عملت هيك. والله رد قريبا جدا فعوصيك. لا تتركيني بس. الحمد لله انتي كويسة قوي، ما فيكيش اي حاجة. الحمد لله صرت احسن. ايه بس ميديا هيدا الدوخة ما لازم ينسكت عنه. لا بصراحة هاي الدوخة تعودت عليها، بظن انها من الوحام، يعني كل ما شم ريحة جاتو او شي حلو بصير معي هيك. سوري. يعني نحن ما كنا عارفين. لا بسيطة. هو انت يعني الحمد لله وضعك كويس، بس ما ينفعش تقعدي لوحدك، يعني لازم حد يجي يقعد معاكي عشان يعني لو حصلت اي مضاعفات لا قدر الله. لا هلا ليش الواحد يحكي مع حق جمانة؟ اصلا انه كتير غريب كيف تاركك جوزك بهيك اوقات. لا هو ما تاركني، هو وعدني انه يرجع عن قريب، بس انت بتعرف الشغل كيف بياخد الواحد. مهضومة، لذيذ لذيذ زليك وحياتك، كلنا بيتحججوا بالشغل وما حدا بيرجع. ما تاخديش في بالك، اصل ياسمين فاكرة ان كل الرجالة زي جوزها اللي سابها ومشي. سابها؟ وحياتك، عينك بنت عينك، وعي الصبح دب غراضه وفل. وما ترك لك شيء؟ لا بلا ترك لي.
ترك لي فاتورة مي، فاتورة كهرباء، فاتورة موتور، انه هيك فطير يعني على حالها. لا لا ما قصدي هيك، قصدي رسالة، مسج، فويس ميل، يعني على القليل اشرح لك ليش هيك عمل. يا بنتي هم الرجالة كده، يجوا فجأة ويمشوا فجأة، محدش يقدر يفهمهم خالص، لا وفي الآخر يتهمونا إن إحنا اللي مش مفهومين. إيه، بس تامر حبيبي غير هيك، تامر كتير قلح علي مشان أطلع معه أمريكا، بس أنا رفضت لأنه أنا حامل وكتير صعب علي السفر الطويلة، وأنا اللي اخترت لبنان مشان يكون حل وسط لإلنا الاثنين. يعني هو قال لك راجع أكيد؟ لذيذ. هي يعني قصدها تسألك هو راجع أمتى؟ إيه يعني 3 أسابيع شهر بالكتير. راحت لشي سنة تقريبا. بصي يا حبيبتي أنا شايفة تكلمي حد من أهلك يجي يقعد معك، أختك، مامتك، أخوكي مثلا. وحيد؟ مستحيل إلو يجي يقعد معي، أساسا أنا هربت من سوريا من وراه. يبقى خلاص مفيش غير أن أنت تكلمي جوزك يجيلك على أول طيارة. مش حيقبل، بدك تلاقي حل تاني. ياسمين. نعم. ممكن افهم انت جرالك ايه بالظبط؟ وكمان مش عارفه انت عملتي ايه؟ دي تبقى مشكله اكبر، لسه مش قادره تحطي لسانك جوه بقك شويه، كل شويه جوزك مش راجع، جوزك مش بيحبك، مش عارفه ايه، ايه ده؟ في ايه؟ خلاص انت تعرفي جوزها منين اصلا عشان تحكمي عليه؟ ليكي انا اول شيء كنت عم جرب ساعدها، عم وعيها، اوكي انا شفت بنت مهضومه وقلبها ابيض وطيوبه هيك، قلت لشو تنغش، لشو تحس بنفس الوجع اللي انا حسيت فيه، مانا مضطره ابدا وبدي ساعده. يعني خلاص عشان انت جوزك سابك نحكم على كل الرجال ان هم خاينين وهيسيبوا ستاتهم صح؟ ارجوكي ما تعاقبيش الناس على غلطه انت اللي ارتكبتيها. انت مو عصاص تزبط لنا شي سهره؟ شو سيد طارق؟ شي شو بتسميه؟ هلا لعبه بلياردو بتسمي لي اياها سهره؟ حبيبي بدنا سهره رقص وسهر للصبح. انت شو قصتك؟ ما لسه من يومين كنا سهرانين. ما بعرف مخنوق كثير، ما عم طيق ارجع على البيت. ما تقول لي كمان متخانق مع رنا. ما فينك تقول متخانق. حياتي وتعودت عليها. طيب ولا امتى بدك تضل قبلان بهالعيشه؟ حاليا ما في براسي اي حل، انا كرمال بنتي مضطر اني اتحمل وبس. طيب ولا ايمت؟ هلا ما تعملي فيها مصلح اجتماعي الله يوفقك، قلت لك زبط لنا سهره وبس. هيك هلا مصلح اجتماعي؟ خلص لعيونك. جهز لي حالك بكره وهلا خلينا نركز شوي باللعبه، ما عليك؟ ركز حبيبي ركز. وبالنسبة لإلي لا تاكل همي، أنا جاهز على طول. كنت متأكدة إن أنت لسه صاحية. بتمنى إنك شايفة. تفضلي. لا المرة دي انت اللي هتتفضلي معايا. ايه لوين؟ ياسمين انا وقعت مشكلة كبيرة ولازم تساعديني ارجوكي، انا مش عارفة انام، حاسة ان عربيتي هتتسرق بأي لحظة. يا حبيبتي يا الله اتركينا بقى من هالعربية يا اختي، انا بعوضلك عنها، خدي هالقفر بقى.
يو بقى يا ياسمين، ده وقت التريقة، أرجوكي استحمليني النهاردة بس وأنا بكرة هركب الألارم وأغير المفتاح. يا حبيبتي، يا حبيبتي شو بدك أعمل؟ يعني بوقف حارس جنبها بالليل؟ ما عم بفهم. هو يعني مش جنبها قوي. ينفع جوايا؟ بدك ياني نايم بقلب السيارة؟ أيوة. مجنونة أنت، مجنونة. هلا بيجوا الناس لعند العالم. صار بدل كشتين. الجيران شافنا نايمين بالسيارة شو بيقولوا؟ ما يقولوا اللي يقولوه، أنا مش فارق معايا حد، مش أحسن ما العربية تتسرق؟ يا لطيفة عليك شو صريحة. قصدك إيه؟ قصدي حبيبتي ليش ما كنت هلقد صريحة وقتها كنت عند ميديا؟ ادخلي. أولاً يا ست ياسمين أنا ما أعرفش ميديا ولا أعرف جوزها كويس عشان أحكم عليه إذا كان بيحبها ولا لأ. لو بيحبها عن جد كان بيكون حدا، خاصة هي حامل. أنتي إيه يا بنتي، ما بتقدريش إن في حاجة اسمها ظروف، شغل، أي حاجة؟ حبيبتي ما في سبب بهالدنيا بيخلي اثنين بيحبوا بعض يتركوا بعض. أقوى شي بهالدنيا إرادتنا، أنا هيك علمتني الحياة. من عشان كده يا حبيبتي ما أقدرش أستغنى عنك خالص. الله أكبر. لك مريم حياتي حبيبتي، نفختي قلبي، نفختي المخلوقة عم تتوحى، ولك حاجة تظلمي معك بقى حاجة، والله نفختي قلبي. لا والله هذا وحام عندك يوم مالت عليكم، توني رويت هالكيكة كان يغمى عليها. أنا صار لازم روح الشغل، بدك شيء؟ نعم. بدي شوكولا. وشو كمان؟ ولا شيء، سلامة قلبك، يلا روح. تشاو لك. اهلا وسهلا. عفوا انا هون شقه ميديا، يمكن انا مخربطه. لا اكيد ما لك مخربطه، شقه ميديا هي اللي مقابلنا. بس فيني اعرف من حضرتك؟ والله انا بنت خالتها وجاي اسكن معها. انورت البنايه. بالاذن. تفضلي. والله شوي شوي. يلا روح. تشاو. أسامة. نعم. طلع فيي. خير. بدنا نحكي. ما فينا نأجله لهذا الحديث؟ لا بدنا نحكي هلأ. يا بنت الحلال راسي عم يوجعني، خليني اشرب قهوتي بعدين بحاكيكي للصبح. لا بنحكي قبل القهوة. طيب لخلص قهوتي. خلص قهوتك لنشوف. ما بتمشي القصة غير بتهديد معي، ما؟ لوين؟ رايح فيق لصغيرة اتصبح بوش بشوش. مين شفته؟ هذا ايش قاعد يسوون هني؟ قوموا 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 قوموا. انتم مصدقكم نايمين في السيارة؟ ايه لا
قصدي المفتاح. لا لا خالص، كنا سهرانين ورجعنا قعدنا نرغي شوية كده في العربية، مش عارفة نمنا ازاي كده. صح يا ياسمين؟ صح صح. لا والله بجد مش عارفة ازاي نمت في السيارة. ولو مريومة معقول يعني حدا بينام بالسيارة؟ بس انه هيك بتصير يعني، انه ما بتنتبه انه هيك. اقول يلا قوموا قوموا شوفوا الفضيحة. ليه؟ خير شو فيه؟ حدا من الجيران شايفنا؟ يا ريت احد شافت شو. بس لا يا قلبي، الستار دادو قام متأجر البيت وغرف مفروشة. شو؟ الله الله، عن جد البيت كتير مرتب بنتي. ما معقول شو انت محظوظة فيه. حبيبتي انا محظوظة فيكي وما عم صدق انك هون، وراح ضلني معك من هون لتولدي كمان. عن جد؟ ايه عن جد. ليش في بالعادة انا بقول لك شيء وما بعمله؟ طيب شو رح تعملي هلا؟ والله ما بعرف، لساتني محتارة. يعني ناوية تدرسي ولا تشتغلي؟ بصراحة ما في براسي شيء معين، يعني كان معي شوية مصاري شغلتهم بمشروع، عم يجيب لي كل شهر هيك مبلغ محترم، بعيشني أميرة. يعني مالك ناوية تعملي شيء، بدك تقضيها سياحة ما هيك؟ لا أكيد مو سياحة، بس كمان ما بدي أشتغل شيء بعيد عن دراستي. إيه بس القانون هون غير. إيه ما في مشكلة، بعدل شهادتي وبرجع بدرس. إيه معقولة ترجعي تدرسي بعد ما تخرجتي من 700 سنة؟ إيه مو معقول اشتغل شغلة غير المحاماة، يعني مو معقول درست 4 سنين وسنتين تدريب وآخر شيء افتح محل تياب مثلا. بهي أنا معك. هاتي لشوف، أنتي كأنه بعد ما تجوزتي لتامر طلقتي للفن. لا يا حبيبي. ده كان شو عم تعملي؟ عم بكتب مسلسل. حبيبي لا هاي هي نغومة. نغومة حبيبي حبيبي. هاي لمين هاي؟ شوفي ها ها، هاي لمين هاي؟ هاي لنغومة. هاتي هاي هاتي هاي، خدي هاي خدي. لا لا لا، خدي خدي خدي. افتحي شيلك هاي، خدي هاي لك. ها شوفي القطة، شوفي القطة. تعي تعي تعي. وي راح أسامة. خير أمريني. ما بدي أمرك، بدي نحكي. طيب ما عليك تستعجلي شوي لأنه عندي شغل. وقت لتلعب بنتك بتلاقي ساعة، بس وقت لتحكي معي ما معك وقت. لك انت شو عم تحكي؟ بنتي بنتي أنا لحالي لأنه ما. طيب وبعدين؟ لأمتى بدنا نضل بهالحالة؟ شو بهاي الحالة رنا؟ العالم كلياتها بتحسدك عليها، ليكك قاعدة ببيتك مو ناقصك شيء. اولا ما حدا حاسدني، ثانيا مش انت بتقرر اذا منقص علي ولا لا. حلو هذا الموال الجديد. وسامة انا مليت، مليت انا وكل نهار قاعدة لحالي، وبالليل منترك لوجه الصبح بتجي بتحط راسك وبتنام وبتفل الصبح، ليه عم تعمل هيك فيي؟ الله يوفقك لبقى تعيطي، انت بس تعيطي انا ما عاد فيني احكي. بس انا عن جد تعبت، انت ما عم تعمل ولا مبادرة لتقرب مني، لتكون معي، فكرت شي مرة تقلي تعال نسهر سوا؟ جربت 100 مرة، بتحبي ذكرك ولا لا؟ وسامة عن جد أنا تغيرت. رنا اللي مثلك مستحيل يتغيروا. شو يعني؟ يعني أنا تأخرت على شغلي، فيني أجل هذا الحديث لأرجع من الشغل؟ لا ما فينا، بدنا نحكي هلأ. وسامة بدنا نلاقي حل، عم تسمعني؟ بدنا نلاقي حل. لاقي الحل اللي بدك يا، بس الله يوفقك حاجة تعيطي بوش البنت. حلو مشتاقة حبي. ليكي هاي آخر مرة بجي باخدك من هون. ها والله شو؟ ايه المرة الجاية بدي اجي اخدك من على باب البيت لأنه بدي اسلم على ميديا اشتقتلها. ليكي شو هلا؟ شو هلا؟ ما نروح نعمل شوبينج ولا غيرت رأيك؟ غيرت رأيي؟ حبيبتي أنا دايما جاهزة، شوفي حالك أنت مو أنا. شو قصدي؟ قصدي يعني هلأ مو بس نروح تجي ترجعيني من نص الطريق وتعبتي ومدري شو حركاتك والنكد تبعك اللي أنا مالي خلق عليه. خلص ديدي قلت لك أنا ريدي، يلا يلا طلعي طلعي. وأنا ريدي حبي. وهي
احلى كاسه عصير لحبيبه قلبي نجومه. بس الله ايام القهوه والنسكافيه. بطلناها للنسكافيه، مسموحه بس مره بالنهار. ما يسلم لي اللي خايف على البيبي. بتعرفي مالي مصدقاني رح صير ام. خايفه؟ خايفه، وبنفس الوقت مالي مصدقه امتى رح ضم بنتي بين ايدي. شعور غريب هيك، بتحسي انه في كائن حي جواتك عم يكبر. عن جد ما بعرف كيف بدي اشرح لك هذا الشعور. ايه يعني بفهمك، بس ما بقدر اقدر الشعور 100%. ليكي شو مشاريعك؟ بالنسبه لشو؟ بالنسبه لليوم مثلا. ليكي في هون محل بيتزا كتير طيب، شو رايك نطلب ديليفري؟ ايوه، وليش لحتى نطلب؟ ليش ما بنحمل حالنا انا وياكي وبننزل لعنده؟ والله مالي مزاج اليوم. ايه بس انا قلي مزاج. ميدو كانك من اول ما اجيتي على بيروت ما طلعتي من البيت؟ يعني ما عم يجي على بالي اطلع بصراحه. يعني مزبوط مثل ما حسيت، حضرتك حابسه حالك بالبيت. لك لا، مو قصه حابسه حالي، بس قل لك شيء، اذا مفكره حالك سمنانه فانت كثير غلطانه. انت احلى واهضم مره بالعالم شفتها حامل بحياتي. يعني خلص بقى، ما فرقتك. نغام لا تجامليني. صدقيني ما عم جاملك. والله وقت اللي شفتك حامل اشتهيت اتجوز وجيب اولاد. يا اختي انا ما بعرف ليش هدول النسوان ما بيهتموا بحالهم بس يحبلوا. ميدو بس بتعرفي شو؟ كأنك هيك حاسة بالاستقرار والأمان. أي استقرار هاد؟ وأنا عم عيش أصعب أيام حياتي وأول شهور حملي لحالي. أنا كتير بحاجة لحد يوقف معي، بس رفقاتي تفرقوا وجوزي تركني وراح. الاستقرار عم باخده من جواتي، من البيبي. هو أماني الوحيد بالحياة. أيوة، وبعد ما اجيت انا حبيبتك صرت اثنين. ايه يلا لكان، ما راح اسمح لك تحبسي حالك وتحبسيني. خلصيني قومي ننزل شوي، يلا قومي بدي ثيابك تعي.